خلينا نفهم المزيد حول هذه النصائح الطبية من خلال الدكتور منى عبد المطلب استشاري التغذية. صباح الخير على حضرتك دكتور منى. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. طبعا عيد شم النسيم مرتبط معانا دايما بالفسيخ والسردين والرنجة والسمك المملح، وحتى مع الصيام ازاي ممكن ان احنا نحاول ما ناكلش منه كتير قوي، او على الاقل لما ناكل منه مع طبعا قلة الفترة اللي ممكن هنشرب فيها المية نتجنب التعب اللي ممكن يكون لا قدر الله يجي منه برا. هو طبعا فسيخ ورنجة والحاجات دي كلها من عادات اللي هي اللي يعني الـ 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 يعني الموجود عندنا في مصر. هي بس الخوف كله على يعني ان احنا ناخد الحاجات دي اولا بكميات، خصوصا في الصيام، وفي نفس الوقت لافراد معينين. يعني احنا عندنا مشكله كبيره لو الخرينجة والاسماك المملحه عموما يعني اتاخدت مع الاشخاص طبعا اللي عندهم امراض في القلب، او بقى حد عنده الكلى او نقرس، الستات الحوامل، يعني يعني الناس دي المفروض طبعا يمنعوا تماما ان هم ياكلوا الحاجات دي، لان طبعا ده هيؤدي الى عندهم مشكله في ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في ارتفاع الاملاح، يعني ممكن يعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. يعني حته ان احنا ناخد اسماك ملاحه واحنا عندنا الامراض دي هتبقى طبعا فيها شويه خطوره. طيب لو أخذنا ولو قلنا حتى مثلا إن إحنا هناكل، لو شخص مش محظور إن هو يتناول هذه الأسماك المملحة وقرر إن هو ياكل حبة صغيرين عشان بس الطقوس والعادات، وبدأ إن هو ياكل بعدين نفسه اتفتحت ما قدرش يوقف وتزود في الأكل شوية، إيه اللي ممكن يعمله من أكل وشرب بعد ما ياكل بعد ما يخلص علشان يقلل شوية الأضرار أو التعب اللي ممكن يجي بعد الشر من الملوحة الشديدة؟ هو طبعا إحنا محتاجين نعوض بكميات مية كويسه قوي، خصوصا في الفتره بتاعه اللي هي الفطار اللي احنا مش صايمين فيها. في نفس الوقت ان احنا لازم ناخد سلطه خضراء زي مثلا خيار، الخس، الفلفل، الرومي، البصل، الحاجات دي كلها مهمه قوي ان انا احطها على الاسماك المملحه لو انا هاكل منها. مهمه قوي قوي ان احنا نحط الليمون على السلطه او الاسماك المملحه نفسها. برضه الفواكه اللي هي فيها البوتاسيوم، لان احنا محتاجين حاجات زي مثلا الموز، الكنتالوب، البرتقال، الحاجات دي. لانه يعني عايزين نعمل توازن شويه بين كميه الملح الصوديوم العاليه جدا اللي موجوده في الاسماك دي اللي هتدخل جسمنا لما هناكلها، فناخد حاجات غنيه بالبوتاسيوم علشان نعمل بس توازن بينهم شويه. تمام. طبعا ده موجود كتير قوي في الفاكهه اللي هي زي الموز والكنتالوب والبرتقال وكده. قصة بقى ان احنا كمان لو يعني هنشرب بقى حاجة ما تبقاش مياه غازية جنب كمان الاسماك المملحة، لان ده طبعا هيزود قوي الانتفاخ بتاع المعدة، هيزود درجة الحموضة، فالقصة هتبقى يعني ايه ابشع شوية. لكن ممكن ناخد بقى يعني حاجات عشبية مثلا زي الشاي الاخضر، النعناع، البقدونس، الحاجات دي هتبقى ليها يعني خصائص طاهرة شوية، بحيث ان احنا يعني نحاول ان احنا كمان ناخدهم، لان هم بيبقوا مدرين للبول شويه، فممكن يخلصوا الجسم من شويه املاح. طيب يعني احنا نحاول ناخد بالنا من كل هذه النصائح الطبيه دكتور منى عبد المطلب استشاري التغذيه، الف شكر لحضرتك على كل هذه النصائح طبعا، وبنضم صوتنا الى صوت حضرتك ان احنا ناخد بالنا اثناء تناول هذه الاسماك، و نحاول ما نتقلش على قد ما نقدر ونعوض زي ما دكتور قالت بكل هذه المأكولات والمشروبات بعد أكلها.